صباح النور. المدارس على الأبواب وكلنا بنهتم ببداية الدراسة، الأطفال والشباب وكمان الأباء والأمهات. نزلنا سألنا الناس إزاي بيستعدوا لبداية عام دراسي جديد واللي هيبدأ السنة دي في 22 سبتمبر. تعالوا نشوف قالوا إيه. احنا بنحاول ان احنا نفصل شوية ما بين اليوم الدراسي وما بين الأجازة، بس بنحاول ان هو يكون فيه برضو اكتيفيتي ريليتد بشكل معين بالحاجات الدراسية، مع ان هي تبقى الموضوع مريح شوية. فاذا كنا بنظبط شوية في الانجليزي، بنعمل شوية في الموسيقى، نودي كورسات باليه، الكلام ده كله. الحقيقة بقت يعني قضية التعليم في مصر او المدارس بالتحديد بقت مشكلة كبيرة، بتشكل عبء كبير جدا على الأسرة المصرية. الحقيقة زمان ما كانش، يعني على جيلي كان التعليم ما بيشكلش الكوارث اللي احنا فيها دلوقتي. يعني زمان كان عادي، كان ممكن تلاقي أسرة فيها 5 و6 أفراد كلهم بيتعلموا، بيدخلوا تعليم عالي، ما كانش فيه الأعباء اللي موجودة دلوقتي. دلوقتي عبء الدراسة والتعليم بيشكل حقيقة أزمة، لأن الأب والأم دايما في مشكلة كبيرة جدا بتقابلهم، إن كل تفاصيل الحياة المدرسية بقت بفلوس دلوقتي. يعني من ساعة ما بتدخل، من أول يوم أنت بتدخله، باستعداداتك للأدوات التلميذ أو الطالب اللي بيستخدمها، كلها تفاصيل لها مقابل، ومقابل فادح. الحقيقة أنا ببتدي أجهزهم، بقول لهم فاضل وقت معين على المدرسة، وانا بالنسبه لي بنزل اشتري الاحتياجات بتاعتي للدراسه وكده، كشاكيل، لو كتب، اقلام، قبل الزحمه بقى والاسعار بتغلى وكده. طبعا اي اسره بيهمها قوي مستقبل ولادها، لان هو مستقبل الاسره مستقبل اولادك، فكله بيبقى مهتم قوي بموضوع المدارس وموضوع اولادك، وتجهزهم نفسيا وتجهزهم معنويا بقى وماديا برضو لدخول المدارس. فكلنا بنبقى اعتقد يعني كل اسره بتهتم قوي بموضوع المدارس والتجهيزات ليه. معنويا بيبقى تجهيز الطفل بقى، خلاص قربنا على المدارس، وطبعا تحببه بقى ان احنا قربنا على المدارس والخروج ومش عارفه ايه، وهناخد مصروفنا هيبقى بزياده شويه. بتحببه بقى في الدروس اللي هو واخدها. يعني انا بدات اشتري لبنتي كتب، وبدات ابدا معاها من شويه على اساس ان هي رايحه رابعه ابتدائي، فداخل لها مواد جديده، فبدات احببها في المواد عشان لما تبقى رايحه والكلاس وكده بيبقى عندها استعداد مادي، الاستعداد نفسي للماده دي، ان هي حبتها من قبل ما تدخل لها، عشان ما يحصل لهاش مثلا ايه صدمه من الاول ان دي ماده جديده ما اعرفهاش. فهيئتها نفسيا ان في مواد حلوه داخله لنا، وفي حاجات كتيره هناخدها، وفي معلومات زياده هنكتشفها عن العالم اللي هو احنا عايشينه. ماديا طبعا كله بيبقى عامل جمعيات من الاول لموضوع المدارس ده، موضوع لبس وكتب والحاجات طبعا اللي كلنا عارفينها ان احنا بنبدا نشتريها للطالب عشان ما يبقاش ناقصه حاجه. هو اول حاجه طبعا قبل الدراسه مثلا باسبوعين او حاجه مواعيد النوم بتبتدي نظبطها عشان يقدروا يناموا بدري ويصحوا بدري. وطبعا بيجيبوا حاجة المدرسة، اللبس والأدوات اللي بتبقى مطلوبة، والكراريس وكتب وحاجات كده، والشنط طبعا والأحذية. وبنعمل زي ريفيجن سريع عشان أول ما بيخشوا المدرسة بيعملوا لهم أسيسمنت عشان يحددوهم، يقسموهم لمجموعات على حسب المستوى بتاعهم. أكيد طبعا خصوصا مع الارتفاع في الأسعار اللي احنا بنمر بيها في الأيام دي، بيبقى محتاج مبالغ كبيرة قوي، ونحاول نعمل طبعا كل شهر بنحاول نجنب مبلغ عشان نقدر ندفع مصاريف والمستلزمات دي. بشكر زميلنا فريد على التقرير، وزي ما شفتوا معانا والناس كلها بتستعد خلاص بقى مرحلة المصايف، واللي بيدور على أجازة واللي أجازته بتخلص، ونبتدي بقى مرحلة المدارس، وتشم كده في الشارع ريحة السندوتشات والكشاكيل، ودي هتتلون أحمر ودي أخضر ودي مش عارف إيه. كان قريت حد كده كان كاتب بيقول يا جماعة ما تعرفوش لما ندفع مصاريف المدارس، بعد ما بندفع مصاريف المدارس الدوخة والصداع اللي بيجي ده بيروح بعد قد إيه؟
ده معناه ايه؟ معناه الناس فعلا حاسه عندها ضغوط نفسيه كبيره من المدارس، والمدارس بقت بسبب بشكل او باخر لا بتمثل